يدور في النفس. ثم إذا أردت الحديث أخرجت ما في نفسك على لسانك. ولذلك كل واحد فينا يسير وكلامه في داخله، فإذا ما كلمته في شيء أخرج ما في نفسه على لسانه. المدرس خصوصا إذا كان في ابتداء التدريس يحضر درسه، يعني يقرأ ما في الكتاب ويذاكره ويقف عند المعلومات ويتساءل، وإذا سأل نفسه أجاب، فربما مكث في درسه للتحضير ساعات، وسيدرس الدرس في نصف ساعة. هذا ما حدث لي أيام أن كنت في أول التدريس من 46 عاما، حينما كنت في المعاهد أخذت معي حاشية الخضري على شرح ابن عقيل والسجاعي على القطر والكفراوي والأشموني، وعليه أيضا حاشية، كل هذا كنت أقرأ فيه الدرس لأكون ملما بأطرافه. وهذا أقوله لكم من باب النصيحة، حينما تبدأون التدريس عليك أن تحضر درسك تحضيرا تاما من أكثر من كتاب، حتى إذا ما وقفت أمام الطلاب كنت مليئا، ولكن عند إلقاء الدرس للطلاب فعليك أن تدرس لهم ما يتفق معهم. أنت جمعت كثيرا، لكن عند الإعطاء لابد أن تعطي المناسب، لأنك لو أعطيت كل ما عندك ما فهم عنك أحد شيئا، لأنك ستذهب بهم يمينا وشمالا شرقا وغربا، في النهاية ترى أنه لم يفهم أحد شيئا. لأن هذا لا يصح ولا يجوز لا لغة ولا شرعا. إذن الكلام أصله في الفؤاد، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لكن حينما نقف مع أهل الاصطلاح كعلماء النحو نقول الكلام عندكم ما هو، فيقولون لفظ مفيد. ولذلك ابن مالك رحمه الله قال كلامنا لفظ مفيد. إذن يجمع بين أمرين، أن يكون لفظا وأن يكون إيه؟ مفيدا. إذن لو كان في النفس لا يحكم عليه، إذا الكلام النفسي لا يحكم عليه النحوي ولا البلاغي، لأن الكلام إذا كان مستورا ولم يخرج على اللسان إذن لا حكم لنا عليه. إذن لابد أن يلفظ به المتكلم لفظ، ولابد أن يكون مفيدا. وبهذا نفهم أن ما يخرج من اللسان نوعان، لفظ مفيد ولفظ غير مفيد. لفظ نوعان، لفظ إيه؟ مفيد، إذن هذا هو الكلام. ولفظ غير مفيد، إذن لا يصلح أن يكون كلاما. إذن لو قيل كلمة نقول الكلمة هي اللفظ المفيد. طيب إذن هناك لفظ غير مفيد، نعم،
كان شيخنا الشعراوي يتندر بحكاية حدثت لرجل كان من أهل العربية المتقعرين. ما معنى التقعر؟ يعني يأتي بالألفاظ الغريبة. وكان عنده خادم يوقظه قبل الفجر، يعني ينام بعد العشاء ويظل هذا الخادم متيقظا حتى يوقظه قبل الفجر ثم ينام. فنام الرجل وتيقظ يعني بنفسه، قال للخادم: أصقعت العتاريس؟ فخادم لم يفهم. هو صحيح اللفظ له معنى لكنه غريب، واللفظ الغريب كأنه لا معنى له، والخادم لم يفهم لكنه أراد أن يحتال على الإجابة. فلما لم يفهم الكلام جاء بكلام من عنده ألفه من غير أن يكون له معنى، فقال له: زقفي لم. أعوذ بالله، هذه أشبه بكلمات اللغة الإنجليزية. فالرجل يعني رجل له باع في اللغة ولم يفهم معنى زقفي لم، فقال له: ما معنى زقفي لم؟ قال له: ما معنى أصقعت العتاريس؟ فقال: يعني أنا أقول لك أصاحت الديكة؟ الديوك هل صاحت؟ قال: ومعنى زقفي لم تصح. وطبعا ألفها من عنده. وكنا في كلية اللغة فحكى لنا أحد شيوخنا، كل هذا موجود في تاريخ اللغة، يعني ليس كلاما يعني أخذه العلماء هكذا من عندهم، لا، هذا حدث في الواقع. قال أحد شيوخنا إن أحد اللغويين كان يحفظ متن اللغة، أي كلمة جاء في أي كتاب يفسرها بقول الله إن وجد، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأقوال الشعراء، ويأتي بنظائر هذه الكلمة. طلاب كانوا طلاب علم ولكنهم شباب، والشباب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة من الجنون. فجلسوا فيما بينهم وقال: يعني الشيخ لا يستطيع واحد فينا، أو لا نستطيع جميعا أن نأتي بكلمة يقف عندها ويقول: سأبحث، سأسأل، سأراجع. فقالوا لبعضهم: والله الشيخ يحفظ متن اللغة، فيعني كيف نستطيع أن نوقفه في كلمة؟ فعفريت منهم قال: لا نستطيع أن نوقف الشيخ. فقال له: كيف؟ قال: نقوم بصنع كلمة، يعني نصنع كلمة ليس لها أصل في اللغة. طيب، ولو أردنا أن نصنع الكلمة كيف يعني نقوم على صناعتها؟ فقالوا: كل واحد فينا يختار حرفا، ثم تجمع هذه الحروف وتدخل في بعضها، حينئذ نرى صورة لكلمة ليس لها أصل في اللغة.
وإذا ما وجدناها بلا أصل في اللغة فالشيخ سيتوقف. فجلسوا ليلتهم يبحثون إلى أن وصلوا إلى كلمة فعلا ليس لها معنى، يبدو أنهم يعني كانوا في حدود 8 أو أقل من الطلاب، اختار واحد الألف والثاني اللام والثالث الخاء والرابع النون والخامس الفاء والسادس الشين والسابع الألف والثامن الراء، كلمة سداسية بعد الألف واللام، ما هي؟ الخنفشار. طبعا بحثوا في لسان العرب في مادة خنفة فلم يجدوا لها أصلا، خشرة لم يجدوا لها أصلا، قالوا خلاص إذا وقعنا على كلمة صنعناها والشيخ سيقف. لما جاءوا في اليوم التالي قام واحد منهم وقال سيدنا الشيخ، قال نعم، قال الله احنا بالامس وجدنا يعني ورقة فيها كلمة ما عرفنا معناها ولا ندري من اي كتاب جاءت ولا من اي مؤلف يعني قالها. قال ما هي؟ قالوا الخنفشار. عرف الشيخ انها مكيدة، لأن الشيخ ينظر بنور الله، الله عز وجل كريم على العلماء خصوصا في الشدائد. فالشيخ قال يا سلام، ألم تعرف الخنفشار؟ أعوذ بالله. إذن له معنى؟ قال نعم. طبعا نظروا إلى بعضهم وقالوا يعني نحن ضيعنا ليلتنا في لا شيء. طيب يا شيخنا ما المعنى في كلمة الخنفشار؟ قال الخنفشار نبت في الصحراء يوضع في اللبن الحليب فيتجبن، يعني إذن هو في موقع المنافح، لأن الذين يعيشون على الألبان يأتون بمنافح الحيوانات المذبوحة وتوضع على اللبن فيتجمد ويصبح جبنا. قال طيب يا شيخنا هذا المعنى يحتاج إلى دليل. قال نعم. قال الشاعر، شاعر من أين يعني هذا الكلام ذهب إلى الشعراء؟ نحن الذين صنعناها بالأمس. شاعر من الجن؟ طب ماذا يا مولانا؟ قال الشاعر عقدت محبتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار. طبعا البيت منضبط تماما. فطبعا الطلاب لابد أن يفصحوا عن مكيدتهم. يا سيدنا الشيخ نحن الذين صنعناها بالأمس، ما مر عليها عن يوم وليلة. قال يا بني هل تصنعون على شيخكم؟ ألا يستطيع الشيخ أن يصنع على طلابه؟ أنتم صنعتم المبنى وأنا صنعت المعنى. يا سلام، رضي الله عن شيوخنا الأعلام ووضعوها في الكتب. يعني هذه القصة كانت من الطلاب مع شيخ لهم وحكاها لنا أحد الشيوخ ونحن في كلية اللغة في أيام الطلب، حتى قالوا إن أهل الشريعة حينما يرون مسألة لا أصل لها في الشرع يقولون هذه مسألة خنفشارية. يعني مسألة إيه؟ وضعت وليس لها أصل. إذن الكلام عند أهل اللغة ما كان في النفس.
الكلام عند النحاة ما اجتمع فيه شرطان: لفظ وإفادة. لفظ وإيه؟ وإفادة. وسيدنا ابن مالك قال: كلامنا لفظ مفيد، وأتى بالمثال كاستقم. ولذلك عند إعراب كاستقم تقول: الكاف حرف تشبيه وجر، وهل الجر يدخل على الأفعال؟ استقم فعل أمر، هل يقال استقم يعني مجرور بالكاف؟ لا، تقول: والمجرور محذوف تقديره كقولك استقم. إذن الكاف حرف جر والمجرور محذوف تقديره إيه؟ كقولك. والقول دائما له مقول، القول له إيه؟ مقول. ولذلك قالوا إن الفعل الوحيد في اللغة العربية الذي لا بد له من مفعول هو الفعل قال، وما تصرف منه. قال محمد، ماذا قال؟ قال محمد هو ابن مالكي، أحمد الله ربي خير مالكي. إذن أحمد الله ربي خير مالكي في محل نصب مفعول القول أو مقول القول. ولذلك أحد المشايخ قدامى أيضا رضي الله عنهم أول ما جلس للدرس قال: أريد من أحد الطلاب أن يعرب هذا الكتاب. الطلاب قالوا: الشيخ ماذا جرى له؟ هل اختل؟ قبل الدرس نعرب الكتاب؟ يعني لو قال أعربه صفحة سطرا، لكن إعراب الكتاب قبل الدرس. فواحد من الطلاب في الحقيقة كان نور الله في قلبه فعرف المعنى المقصود، قال: هات يا سيدنا الشيخ أنا أعرب له الكتاب. قال: أعربه في نصف دقيقة. قال: نعم. أمسك بالكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف، إذن قال فعل ماض والمؤلف فاعل، رحمه الله جملة دعائية، ماذا قال؟ قال: الحمد لله رب العالمين كذا كذا. قال: من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر الكتاب في محل نصب مقول القول. والإعراب صحيح، لأن كل ما في الكتاب من مقول المؤلف، يعني كلام المؤلف من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الكتاب. يعني واحد يقول: أعرب روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني في 30 جزءا، في 15 مجلدا، أقول سهل، أمسك من أول. قال المؤلف محمود شكر الألوسي: فعل وفاعل وبدل. ماذا قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الجزء 30، تقول كل هذا في محل نصب مقول القول. ولذلك قالوا: الفعل الذي مفعوله يطول ويقصر هو الفعل قال، وما تصرف منه. قال ابن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. كنا في القديم نحفظ من أول السنة الأولى الابتدائية، يعني الإعدادية، أن الأزهر لم يكن يقبل من الطلاب إلا من كان حافظا للقرآن وفي سن 12 إلى 18 سنة. وكنا في هذا
السن نحفظ الألفية، في السنة الأولى نحفظ 100 بيت، سنة الثانية يزيد هذا الكم بحيث يدخل على شرح الألفية في القسم الثانوي وحافظ لأكثر الألفية. فأحد المشايخ يحفظ الطلاب جبرا عنهم كالقرآن. بعض الطلاب كانوا يعني لا يحفظون، ودائما يعني الحياة فيها الجاد والمهمل، فأحد المهملين لم يحفظ. الشيخ سمع يا بني، يقول كلامنا. الشيخ يقول له لفظ مفيد. الشيخ عرف أنه لم يحفظ، أمسك الشيخ بالعصا، قال كلامنا لفظ مفيد يا جدع، على وزنك استقم تماما. حتى ما كان منهم من عبارات فيها شيء من التفكه تراها منضبط علميا، وقال له بعدها واسم وفعل ثم حرف ككوجع، منضبطة تماما. يعني هذا ما سمعته من شيخي. مرة وأنا أكتب للشيخ على السبورة، وأكرمني الله بكتابة الألفية على السبورة لشيوخنا من السنة الأولى الثانوية إلى الخامسة على مدى 5 سنوات كاتب السبورة. فأنا في السنة الثانية كنا في المنهج نبدأ من باب المبتدأ والخبر، فنحن في عرض الدروس وقفنا عند قول ابن مالك والأصل في الأخبار أن تؤخر، يعني الأصل في الخبر أن يكون إيه؟ مؤخرا. محمد كريم، محمد رسول الله، يبقى الأصل في الخبر وهو المسند أن يتأخر. فأنا كتبت قال ابن مالك رحمه الله، وكنت أحيانا أكتب قال الإمام ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ كان يستملح هذا، ندعو للشيخ الكبير والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذ لا ضرر. هو بيت واحد، وبعد ذلك الشيخ كان يحفظ الألفية بشرح ابن عقيل حفظا تاما، ولذلك كان يأتي إلى المعهد من غير كتاب، نما يسير ولا كتاب ولا حقيبة. وإذا سألته عن ذلك يقول العلم في الرأس وليس في الكراس. هذا صحيح، وهل العلم تأخذه في الكتاب وينتهي الأمر؟ العلم في الرأس، أي في العقل وفي القلب. فأنا كتبت هذا البيت، ثم نظر الشيخ إلى البيت ثم قال ما هذا يا فلان؟ أسدنا الشيخ البيت الذي فيه الدرس والأصل في الأخبار أن تؤخر. قال لا، والأصل في الأخباز أن تقمر وجوزوا التلدين إذ لا ضرر. أن عندنا في مصر أن الخبز يعني يخرج من المكان الذي يعني ينضج فيه، يخرج وهو يعني صالح للأكل، وربما أراد بعضهم أن يجعله يعني قويا جافا فيحمره، يعني يجعله أحمر. فالشيخ بنى البيت على هذا وقال والأصل في الأخباز أن تقمر وجوزوا التلدين إذ لا ضرر. طبعا هذا الشيخ الله يرحمه رحمة واسعة كان رجلا لطيفا، ولذلك بهذه اللطافة كان شيخنا رحمه الله يعطينا العلم كأنه يسقينا العلم. يعني بعد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، ويأتي عند بداية العلم يقول قال فلان من غير علماء النحو أصلاً،
إذن لفت الانتباه بعد أن كنا نسير على هذا الخط، لفتنا إلى مكان آخر، كان الطلاب يفرحون. ثم بعد أن يحكي حكاية عن واحد بعيدا عن النحو، نراه ونحن في قمة النشاط وفي قمة السعادة بما قاله الشيخ، يقول: قال ابن مالك. الطلاب تنكمش. الشيخ يقول: أعوذ بالله، الرجل الذي يحكي حكايات يجعلكم في نشاط، وابن مالك تنقبضون منه؟ يا سيدنا الشيخ، ابن مالك يحتاج إلى رجال، رضي الله عنهم وأرضاه. طيب اتفضل يا سيدي. لفظ مفيد. والمراد بالأخذ الصبر والشد على تعرض الحروف تحقيقا وتقديرا. تحقيقا يعني ترى الكلمة بحروفها ملفوظة على اللسان. كتب يكتب اكتب. لكن تقديرا، كما إذا قلت وقى يقي، أين الواو التي في وقى في الفعل المضارع؟ حذف. إذن أصلها يوقي، إلا أن الواو وقعت بين، كما قال العلماء قديما، بين عدوتيها، الياء المفتوحة قبلها والكسرة بعدها، يوقي. فلما وقعت بين عدوتيها الياء المفتوحة والكسرة حذفت الواو. إذن هي موجودة إلا أنها مقدرة، ولذلك قال تحقيقا أو تقديرا. طيب وقى يقي حذفت الواو. طب وفي الأمر ماذا تقول؟ قي، وأصلها أو قي، حذفت الهمزة أولا وحذفت الواو بالحمل على المضارع، وحذف آخر الفعل لأنه أمر آخره حرف علة، وحرف العلة في الأمر يحذف. إذن بقيت إيه؟ القاف، فتصبح إيه؟ قي، إلا أن ما حذف مقدر. ولذلك يقول الكلمة التي معنا على لفظ، واللفظ له حروف إما مذكورة وإما مقدرة. إذن المقدر كالثابت، إلا أننا حذفناه لعلة، يعني ليس الحذف اعتباطا إنما هو الحذف لإيه؟ لعلة. نعم يا سيدي. إذن الكلام يختلف عن الكلمة. الكلمة لفظ واحد مفيد فائدة، لكنها لا يحسن السكوت عليها. حينما تقول محمد وتسكت، صحيح له معنى، وأنه لفظ يطلق على مسمى بهذا الاسم، يعني إنسان يسمى محمدا، لكن ماذا جرى له؟ إذن هذا لا يسمى كلاما، ما يسمى كلمة. أما الكلام فهو الذي يفيد فائدة يحسن السكوت عليه، يعني تكون محمد رسول الله بهذا كلام. لكن لو قلت محمد الكريم وسكت، هل يحسن السكوت على الصفة مع الموصوف مبتدأ؟ محمد الكريم هل يحسن السكوت عليها؟ لا، إذا أتيت بالمبتدأ ووصفته فإنه يحتاج إلى إيه؟ خبر. حتى لو أتيت بجملة وجعلتها شرطا
إن تذاكر. لو نظرت إلى الجملة لوجدتها جملة من فعل وفاعل، تذاكر أنت، لكن طالما وضعتها في الشرط فالشرط يحتاج إلى فعلين. الأول يسمى شرط، والثاني الذي لا بد منه يسمى إيه؟ جواب. ولو أتيت بالشرط بدون الجواب نقول لك الكلام ناقص. إن تذاكر وتسكت نقول لك يا أخي كمل الكلام، إن تذاكر ماذا سيكون؟ تقول تنجح. إذن لو أتينا بالشرط بدون الجواب كان الكلام ناقصا فلا يسمى كلاما. إذن الذي يسمى كلاما والكلام الذي يعطي فائدة تامة يحسن السكوت عليها، يحسن إيه؟ السكوت عليها. نعم يا سيدي. ولذلك بالأمس وأنا أناقش رسالة الباحثة تأتي بالمعطوف وتفصله عن المعطوف عليه، جاء محمد وعلي، فتأتي عند لفظ محمد وتضع فصلة وعلي بعد الفاصلة. قلت لها ما هذا؟ المعطوف مع المعطوف عليه كالشيء الواحد. معطوف مع المعطوف عليه ايه؟ شيء واحد. يبقى لا يصح ان تضع فاصلة، فاصلة توضع عند نهاية المعنى، عند نهاية الايه؟ اذا الكلام يعطيك معنى يحسن السكوت عليه، افصل. ولذلك هذه تسمى بعلامات الترقيم، يعني تعرفك كيف تقف عند العلامة لتفهم الكلام السابق. ولذلك مثلا من علامات الترقيم إذا قلنا قال محمد هو ابن مالك تضع نقطتين على بعضهما، نقطة تحتها نقطة. ما معنى هذا؟ أن هذا القول يحتاج إلى مقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضع نقطتين، إذن معنى هذا أنك تفسر القول بما بعد النقطتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إذن ما بعد النقطتين تفسير لما قبله. إذن نحن أمام الكلام الذي يعطينا لفظا مفيدا فائدة يحسن السكوت عليه. نعم يا سيدي. زيد قائم، إذن زيد مبتدأ وقائم إيه؟ خبر. إذن أقل ما يتألف منه الكلام يتألف من اسمين، مبتدأ وإيه؟ وخبر. نعم. ومن فعل واسم، يبقى فعل وفاعل. فقام زيد. نعم. ومنه استقم. استقم أتى بها من البيت، بيت ابن مالك. كلامنا لفظ مفيد إيه؟ كاستقم، لأن استقم فعل أمر، وفعل الأمر إذا كان موجها لمخاطب واحد مذكر فإن الفاعل يكون ضميرا مستترا وجوبا، مستترا إيه؟ إذن استقم فعل أمر والفاعل مستتر فيه وجوبا تقدره إيه؟ أنت. ولذلك هي جملة من فعل وفاعل، والفاعل ضمير مستتر، في الفعل استتاره واجب كما قال ابن مالك رحمه الله.
نعم. فإنه من فعل الأمر المأمور به ومن ضمير اقرأ بقى لنا كلام شيخنا محمد محي الدين عبد الحميد. نعم. ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن مراد المحيين من قوله أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. أن لا تكن الصورتين أقل الصور التي يتألف منها الكلام المفيد أجزاء. يعني أقل ما يتألف منه الكلام إما من اسمين أو من فعل وبعده فاعله، هذا أقل ما يتألف منه الكلام، اسمين أو فعل واسم. نعم. وليس معناه أن الكلام لا يتألف إلا باسمين أو فعل واسم، فقد تتبع المحال الكلام العربي فوجدوه يجب على ست صور امتثالا وهي 11 صورة تفصيلا. تتبع النحاة كلام العرب، يبقى إذن التتبع هذا دليل من الأدلة التي يعتمد عليها أهل العلم، يعني تتبعوا كلام العرب قبل نزول القرآن فوجدوا أن الكلام له صور إجمالاً وصلت إلى كم صورة؟ إلى 6 صور، ولكن مع التفصيل تصل إلى 11 صورة. نعم. وذلك لأنه إما أن يتألف باسمين وإما من فعل واسم وإما من جملتين وإما من فعل واسمين وإما من فعل وثلاثة أسماء وإما من فعل وأربعة أسماء فهذه 6 صور على وجه الإجمال. يعني اسمين أو من فعل واسم، هذا أقل ما يتألف منه الكلام كما قلنا، لكن قد يكون الكلام من جملتين كجملة الشرط والجزاء، لأن الشرط لابد أن يكون جملة والجزاء لابد أن يكون إيه؟ جملة. إذن هو يقصد من الجملتين جملة إيه؟ الشرط والجزاء، أو من فعل واسمين، وهذا موجود في كان وأخواتها وظن وأخواتها. أنت حينما تقول كان محمد وتسكت هل يفيد كان محمد إيه؟ لابد أن تقول كريما، تأتي بالاسم الأول ويكون اسما لكان، وتأتي بالاسم الثاني ويكون خبرا لكان. وظن أيضا تحتاج إلى مفعولين ومعها فاعل، يبقى اسم وثلاثة أسماء، فعل وثلاثة أسماء، أو من فعل وأربعة أسماء. وهذا ما سيأتي إن شاء الله مفصلا في كتاب النحو. هذه 6 صور. نعم سيدي. أما على وجه التفصيل فالمؤلف باسمين له 4 صور. نعم. لأن الاسمين مبتدأ وخبر له زيد قائم. زيد قائم الاسمان مبتدأ وخبر، أو مبتدأ وفاعل سد ما سد الخبر. وإذا مبتدأ وفاعل سد ما سد الخبر له أقارب الزيدان. أخذنا هذا من قبل، حينما تقول أقائم الزيدان الهمزة همزة استفهام وقائم مبتدأ ولكنه اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل الفعل، إذن الزيدان فاعل لقائم.
وسد مسد الخبر. طب ولماذا لم يقل خبر وسد مسد الفاعل؟ لا، الخبر أقوى من الفاعل، أقوى من الخبر. الفاعل أقوى من الإيه؟ لأن الفاعل ملاصق للفعل، الفاعل ملاصق للإيه؟ أقائم. هذا الفعل وهو القيام جاء من من؟ جاء من الزيدين. إذن قولك فاعل سد مسد الخبر هو الكلام الذي يجب أن يكون، ولا يصح أن تقول إنه خبر سد مسد الفاعل، لا ما ينفعش، لا يصح. ولذلك تقول إيه؟ فاعل، ها، فاعل سد مسد الخبر، لأن كونه فاعلا أقوى من كونه خبرا، أقوى من كونه إيه؟ خبرا. لأن الخبر ممكن يمكن أن يحذف، لكن هل الفاعل يحذف؟ لا، فاعل لا يحذف أبدا. إذن هذا فاعل سد مسد الخبر. نعم. هذا في اسم المفعول، لأن اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، وهذا هو الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل يحتاج إلى فاعل، واسم المفعول يحتاج إلى إيه؟ نائب فاعل، سواء كان المذكور فاعلا أو نائبا عن الفاعل، فكل منهما سد مسد الإيه؟ الخبر. نعم سيدي. نحو المطلوب زيد. نعم. يبقى زيد نائب فاعل وسد مسد الخبر. نعم. وإذا اسم فاعل وفاعله نحو اسم فاعل مع فاعله، لأن اسم الفعل يعمل عمل الفعل هيهات. اسم الفعل دائما يدل على الفعل، اسم الفعل يدل على الإيه؟ على الفعل، ولكنه يظل على هيئة واحدة. طالما يظل على هيئة واحدة إذن ليس بفعل، وإنما هو إيه؟ اسم فعل. ولذلك هيهات العقيق بمعنى بعد العقيق. العقيق هو الجبل الذي فيه رمال حمراء، ويقال هذا في جبال عند مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل هيهات العقيق فالمعنى بعد العقيق. الناس يقولون حينما يأتي واحد ويقول أنا سأفعل كذا وأفعل كذا، وأنا أعلم أنه يقول كلاما، أقول له يعني هيهات. ما معنى هيهات؟ يعني هذا كلام منك، وأما الفعل فهو بعيد منك. هيهات فعلك، هيهات صنعك. إذن هيهات معنى بعد، وفاعله ما بعده. هذا يفيد المعنى. تفضل يا سيدي. فعل واسم. نعم. طبعا فعل وفاعل او فعل ونائب فاعل، لان الفعل اذا كان مبنيا للمعلوم جاء بعده ايه؟ فاعل، قام محمد. طيب اذا كان مبنيا للمجهول إذن بعده ايه؟
نائب فاعل. نعم. والمؤلف من جملتين منصورتان لأن الجملتين إما جملة القسم وجواب إما جملة القسم وجواب نحن أقسم بالله لأقسم لك. لو أنك أتيت بفعل القسم ولم تأتي بالجواب فالكلام ناقص. أقسم بالله وتسكت، إذن الكلام لم يتم. ولذلك جواب القسم يتمم المعنى المقصود بالقسم. نعم يا سيدي. وجاء في مجلة العربي على ما أذكر قديما قالوا إن أحد هناك صفحة في مجلة العربي قالوها صفحة يعني حكايات التي تكون غريبة والتي من باب التندر طرائف عربية طرائف غربية ما زالت إلى اليوم والحمد لله تصدر من الكويت وبسعر زهيد مع معلومات ما شاء الله. فقالوا إن أحد الناس كان يصلي فسرق حذاؤه فأراد أن يخيف السارق قال والله لأفعلن ما فعله أبي في الأسبوع الماضي. الله، نفس السارق لما سرق يعني جاء وصلى مع الناس كواحد منهم فلما رآه يقول هذا علم أنه صاحب الحذاء والرجل يكرر والله لأفعلن. طبعا السارق خاف على نفسه قال ربما كان هذا من أهل القتل والتشريد يشردني يساب حذاء. ذهب إلى بيته وجاء بالحذاء مختبئا وأضعه في مكان. قال الرجل يا عمي أنت يعني يبدو أنك وضعت الحذاء في مكان يعني ونسيت المكان. قال يعني كيف أنا وضعته هنا؟ قال له طيب تعال أنا وأنت نبحث عنه. دار يا أخي الحذاء موجود هناك خذ الحذاء. فالرجل قال الحمد لله يعني وضع في نفسي أن رجلا يعني أخذه على أنه حذاؤه ولما لم يجده وضعه في مكان آخر. فلما أراد الرجل أن يخرج السارق مشى بجانبه قال له بالله عليك ماذا فعل أبوك في الأسبوع الماضي حينما سرق حذاؤه؟ قال والله الأمر سهل. قال يعني ماذا صنع؟ قال ذهب إلى البيت حافيا. فسلام طب يا ليتني أتيت بالحذاء. لكن الرجل لما عم الكلام وجعله كلاما مبهما أخاف الذين من حوله قالوا إن أباه يعني ربما كان من القتلة ولذلك يضعون هذه في الغرائب التي تكون. ولذلك يعني حينما يتكلم الشيخ عن جملة القسم وجوابه إذن لا يتم المعنى إلا بالجواب مع القسم ولا يتم المعنى مع الشرط إلا بذكر الجواب. إذن شرط بلا جواب لا يتم المعنى، قسم بلا جواب لا يتم المعنى. نعم يا سيدي. نعم. والمؤلف من فعل
كان تحتاج إلى اسمين، الأول يكون اسما لها والاسم الثاني يكون خبرا لها. نعم. ظن. نعم. الفاعل الاسم الأول، والمفعول الأول هو الاسم الثاني، والمفعول الثاني هو الاسم الثالث. إذن ظن مع فاعلها ومفعوليها، إذن الفعل وثلاثة أسماء. نعم. أعلمت زيدا. أنت هنا أتيت بالفعل مع فاعله أعلمت. أعلمت من؟ زيدا. أعلمته بماذا؟ هذا يعني يفيد معنى القول، يعني ماذا قلت له؟ فيأتي المبتدأ والخبر ليكون مفعولا ثانيا وثالثا. أعلمت زيدا عمرا منطلقا. إذن المفعول الثاني والثالث كان في الأصل من المبتدأ والخبر، والمفعولان لظن أصلهما المبتدأ والخبر. وهكذا نلحظ أن الكلام الذي له فائدة يحسن السكوت عليها له صور وصلت إلى 11 صورة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يباعد بيننا وبين معصيته. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وبدنا على البلاء صابرا في الطاعة سائرا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم فهمنا أسرارك، ألبسنا ملابس أنوارك، خذ بأيدينا إليك في كل أحوالنا، في أقوالنا وأفعالنا، في ليلنا وفي نهارنا، وارزقنا الإخلاص في كل أحوالنا، وامنحنا من لدنك علما نصير به كاملين، وشفع فينا سيد المرسلين، واكتبنا في الذاكرين ولا تكتبنا في الغافلين، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم بلا سابقة عذاب ولا هوان يا كريم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.